مشاهدي ناخذ الخبر الآخر. وفي خبر آخر، وفق لدراسة أجراها البرنامج التابع للهيئة العامة للأمن الغذائي، بلغت نسبة الهدر في المملكة نحو 33%، وهو ما يعادل 40 مليار ريال سنوي، ويبلغ حجم الفقد والهدر الغذائي للأرز نحو 1.3 مليار طن، وهو ما يمثل ثلث الطعام المنتج عالميا وفقا لتقرير الأمم المتحدة. بصراحة خبر يزعل شوي نوعا ما، وإن شاء الله أنه هذا النسب اللي إحنا نسمعها الفترة الجاية نسمع بأقل منها بكثير، خاصة أنه المملكة دولة إسلامية وشعبها شعب خير. فحبيت بعد الآن صاير في المطاعم عندنا حاطين لك، طلبت مرة أنه الأكل أخذه معي، فقالوا لي لا ترى إحنا عادي، إحنا اللي وصلنا للجمعيات الخيرية. فحبيت هذا الشيء، وإن شاء الله أنه إحنا في وعي مستمر، وبإذن الله السنة الجاية تكون النسبة أقل من كذا. أكيد لازم اليوم نوعي أنفسنا ونوعي المستهلك كيف أنه يعني يحد من هذا الهدر، وفي طرق كثيرة يعني تقدر تستخدمها. مثلا أنك تحافظ على الأكل الموجود عندك في مكان جاف وبارد، مثلا خضروات وفواكه تحافظ عليها في مكان بارد. صح. هذه كلها طرق تخليك شوي تستهلك هذا الشيء، ولازم تشتري على قدك. يعني هذا الشيء ينرفزني، يعني عائلة مكونة من نفرين يشترون حق 10 نفر، ليش؟ أنت شوف حاجتك وعلى قد حاجتك اشتري، يعني حرام، هذا في النهاية نعمة يعني. فاليوم كلنا نحتاج وعي أكثر للاستهلاك. أكيد تدرين ندى، البعض يمكن زي ما أنت قلتي أنه يحب ياخذ مثلا كميات كبيرة على عائلة شخصين، يشوف العروض، هذا التسويق الذكي، لما يشوف العروض مثلا الفلينة ب8 ريال أو ب5 ريال يتحمس ويأخذ فلينة. طب إحنا نفرين، معروف إنه الخضار والفاكهة بسرعة تخرب، يعني حد 3 أيام 4 أيام وتخرب. فالواحد لازم يكون إحنا عندنا وعي بهذا النوع من العروض، إننا مو بلازم إحنا نركض وراها، عادي اليوم أشتري بعد أسبوع إذا خلصت اللي عندي أبدأ بالثاني، ويا حبة إذا بعد لو نشتري حبة حبة على قد العائلة اللي إحنا تكون فيها.